كما يقول لك مباراة منتخب الوطني الجزائري مع نظيره المغربية مباراة صعبة على المنتخبين، بما أنها كما يقولوا المنتخبين لهم نفس الرصيد من النقاط 4 لكل فريق. منتخب المغربي سيحاول في هذه المباراة أن يطأر من مباراة الطائر الرياضي، طبعا يريد أن يحقق الفوز في هذه المباراة. المهم ما يشتغل ما شاء الله يديروا القلب برا يديروا نتيجة الله يديروا نتيجة ان شاء الله نربح. وهذا باكا ماتنين ماتنين باسكو سخابي ديفيسيل تماك هنايا سي موتيفاسيون سون موتيفي ماتنين ماتنين في جوج هم قرابه كذا في جوج ماهمش ملاح تكنيك ما كانش كاينه ريزيطا يعني فريمون 100% ربحناهم 1-0 مي بربي ان شاء الله على بالي باللي على بالي باللي بربي ان شاء الله في المغرب نديروا حاجه ان شاء الله سيرتو الروتور تاع بوغرا سيرتو الروتور تاع بوغرا الروتور تاع كريم زياني على بالي ان شاء الله صادير يجيب ان بليس ليكيب ناسيونال يربحوا يربحوا كيفاش يربحوا بزوج هذه الشيء ممكن كومبيتيسيون مع لي جوار كيما بوغرا زياني زعما لعبوش راح يدخلوا تيتيلا ماتش مغلق فيكم بزاف يكون مزير بزاف ماتش غدوه يكون انتيك يكون صعب بون هي فورماسيون تاع الشيخة مليحة انا بريفيري بزاف تاع لوغ تاع سعدان خير هكذا كانوا خفاف على حنا بون عندنا كونفيونس في ليكيب تاعنا اللي راح تدخل ان شاء الله سمعنا بلي كاين دي بليشير قديوره وكاين يبدا واقيلا حنا نتمناو باش يكونوا كامل واجدين هذاك النهار باش هو لونترينور تاعنا عبد الحق بن شيخة يكونوا عنده كامل لي جوار ديسبونيبل باش يعرف يدير الخطه المواتيه باش يربحوهم. انا كنت حاضر في عندنا با في لقاء الذهب وين تفوقنا عليهم 1-0 صح كان تفوقنا بالنتيجه الاداء ما كانش مليح. اليوم ان شاء الله حنا نتمناو باش يكون الضغط عليهم نهار السبت ان شاء الله. الشكيله الاخيره بن شيخة هو كما يقول اهله ما كادر بشعابها هو لا بالو هو طونك تقني لازم انسان ما يكثروش الهضره عليه نحي هذا دير هذا هو راه في المنصب تاع مدرب امبوسيبل يكونوا 33 مليون 30 مليون جزائري قاعد يزونترينر واش خير التشكيله المثله اللي راهو حاضر او تبعهم في لي شامبيونات تاعهم او عايشين معاه ولا بالو لهم مليح مورالمون فيزيكمون هذه المهم انسان ما يدخلوش في الخدمه تاعو. الكيب ديالي رابحين خاسرين الكيب ديالي بالون فيه خساره وفيه ربح بن شيخة ولا كيف صح عندك بن شيخة تاعنا تاع بلادنا ربح معاه.